إن منصة نجوى بتقدم ما يعرف أو ما يسمى بالبلندد ليرنينج. إيه هو البلندد ليرنينج أو معناه إيه؟ البلندد ليرنينج هو مصطلح من اساليب التعليم الحديث، هو التعليم المدمج. التعليم المدمج هو في ناس بتتخيل ان التعليم الحديث او التعليم الرقمي او التعليم الاونلاين هو ان احنا اولا عايزين نلغي دور المدرس بالكامل، يا مدرس اختفي او يا مدرسه اختفي خالص من الصوره، ده حاجه. الحاجه التانيه انه احنا عايزين كل حاجه تبقى اونلاين، ده مش حقيقي. التعليم المدمج هو ان احنا بنحاول من مصطلح كده ان احنا بنحاول ندمج الاثنين، الطرق التقليديه في التعليم والطرق الحديثه في التعليم او الرقميه في التعليم، احنا بنحاول ندمج الاثنين دول مع بعض بحيث ان احنا نحاول نوصل لاحسن نتيجه ممكنه في التعليم. فمثلا بدل ما انا كنت زمان، يعني انا كمدرس كنت عشان احضر واجب واصححه، وده كان اي مدرس هيبقى فاهم كلامي كويس، انه 60 ل 70% من وقتي كان بيروح يا تحضير يا تصحيح يا رصد للدرجات. طب انا النهارده لو هستخدم بوابه نجوى كمثال، انا هدخل ببساطه جدا هبحث عن المفهوم اللي انا عايزه، مثلا المتجهات، انا عايز اعمل واجب للولاد في المتجهات او في التمثيل الضوئي، هلاقي بنك الاسئله بتاع نجوى 1.5 مليون سؤال، هختار منهم الاسئله اللي انا عايزها، تمام، اختار الفصل، اختار المواعيد بتاعه بدء الواجب وانتهائه، ابعت الولاد تحل على طول، السيستم اوتوماتيك يصحح الواجب للولاد ويبعت لي التقارير بتاعتي ليا وليهم، لينا احنا الاثنين، يبدأ يعمل تحليل للولاد مستواهم بقى، والله فلان أحمد ده طالب ممتاز جايب 92%، سارة طالبة ممتازة جايب 94%، إبراهيم محتاج منك تركيز شوية يا مستر. دي كلها حاجات تقدر المدرس يستفاد منها في يعني العملية التعليمية نفسها. فإحنا بنحاول بقى، أنا وفرت هنا وقت المدرس 60-70% من وقته ده، إن هو خلاص أنا دلوقتي في الفصل أو في المدرسة أنا مش محتاج بقى أقعد أصحح وأرصد الدرجات، ده تضييع وقت كله. ده بقى تضييع وقت. طب دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ ابدا اشوف بقى الولاد، طب فلان ده ضعيف في الدرس ده، اقعد اذاكره معاه، اشرحه له، ادي له تدريبات اكتر، ادور على الانترنت او ابحث مع زمايلي ايه احسن طريقه نشرح بيها المفهوم ده. ده كله بيدي وقت وسمحيه سواء للولاد او للمدرسين ان هم يطوروا العمليه التعليميه نفسها. فبالتالي التعليم المدمج بقى هو بيحاول يعمل الاثنين دول، بياخد الحلو من هنا والحلو من هنا، لان احنا فعلا احنا مش شايفين اي تصور من تصورات التعليم ينفع يلغي دور المدرس. لازم يبقى طبعا في توجيه فردي، لازم يبقى في ملاحظات، في 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 حته، في جانب تربوي. صح. التربوي ده هيجي ازاي من الكمبيوتر، خصوصا انه بعد ظروف كورونا والتعليم اونلاين، لما سالوا الطلبه قالوا لهم لا طبعا المدرسه احسن بكتير، ولما بنروح الكلاس نتعامل مع المدرسين ده احسن لنا من الاونلاين، على قد ما هم كانوا فرحانين في الاول ده بفكره حقيقي. الاونلاين.